السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة توليد أرقام صحيحة أو أرقام عشرية بشكل تلقائي في برنامج الإكسل. نبدأ على بركة الله. نبدأ بالأرقام الصحيحة، ذلك من خلال استخدام الدالة راند بتوين. نقوم بكتابة يساوي، ثم نقوم بكتابة راند، ونقوم باختيار راند بتوين من خلال النقر مرتين على الزر الأيسر للماوس، ثم نقوم بالضغط على FX تنبثق لنا هذه النافذة. نريد الرقم يكون من 1 إلى 100، نقوم بوضع 1 في المستطيل الأعلى و100 في المستطيل الأسفل، ثم نضغط موافق. الآن تم توليد رقم عشوائي ما بين 1 و100. الآن لو قمنا بسحب المعادلة لليسار ثم للأسفل، لو ضغطنا على F9 يتم تحديث الأرقام أو إعادة توليد الأرقام بشكل عشوائي. أو لو ذهبنا إلى علامة التبويب صيغ ومن مجموعة حساب اخترنا الحساب الآن، نلاحظ أنه يتم إعادة توليد الأرقام بشكل عشوائي. أيضا نستطيع أن نقوم بتوليد أرقام ما بين 0 و1 من خلال الدالة راند. قمنا بكتابة يساوي ثم راند، ثم نقوم فتح قوس ثم إغلاقه. نلاحظ أنه تم توليد أرقام بشكل عشوائي ما بين 0 و1. لو قمنا بسحب المعادلة إلى أسفل تم توليد هذه الأرقام. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.